السلام عليكم. الآن now we are going to read this paragraph about transportation figures. I will read first. I will give you time to repeat after me. Try to say the word many times. سافرت مع عائلتي إلى الهند بالطائرة. حجز أبي 4 مقاعد على طيران الإمارات. أنا وأبي وأمي وأختي. وصلت مع عائلتي إلى المطار قبل إقلاع الطائرة بساعتين. صعدنا إلى قاعة الانتظار حتى انتهينا من الإجراءات. بعد ذلك ركبنا الطائرة. حلقت الطائرة عاليا في السماء. كانت الطائرة مريحة وواسعة وفيها الكثير من المسافرين. أخيرا هبطت الطائرة في مطار دلهي. نزلنا من الطائرة ودخلنا المطار، ثم أخذنا الحقائب وغادرت المطار مع أسرتي. كم كانت رحلة جميلة وممتعة. Read properly, please. We have some translation for some words from the paragraph and it's very helpful. وصلنا إلى المطار. We reached the airport. وصلنا إلى المطار. إقلاع الطائرة. إقلاع الطائرة. Taking off. المسافرين. المسافرين. Passengers. حلقت الطائرة عاليا. حلقت الطائرة عاليا. The plane flew high. هبطت الطائرة. هبطت الطائرة. مغادرة المطار. مغادرة المطار. We hear some words, so it's better to learn it. إقلاع. إقلاع. وصل. وصل. تهبط. تهبط. يحلق. يحلق. شكراً.